كما كنا متوقعين مقابلة البارح ما كانتش سهلة، وكنا عارفين بأن ما راحش تكون سهلة، كان عندها طابع خاص، وأيضا حتى اللاعبين كان عندهم بعض من الضغط اللي في الشوط الأول ما عرفوش كيفاش يتسيطروا عليه ولا كيفاش يسيروه، ولكن الحمد لله في الشوط الثاني نظن بأن اللاعبين كيش نقول لك ترحوا وراوا الوجه الحقيقي تاعهم، وحتى وإن أنا نظن بأن كان وجه آخر أحسن اللي مازال إن شاء الله يزيدوا يوريوه للجمهور إن شاء الله. التأهل الدور الثاني كان هذا الهدف من سطر، الهدف التقني من سطر المنطقة الاتحادية. الآن تنتظر مباراتين، أهمها مباراة الغد أمام إيسلندا، منتخب إيسلندا على طريق عادة في المونديال، يعني كيف راح تكون المواجهة أمام منتخب قوي بحجم منتخب إيسلندا؟ نظن بأن المقابلات اللي بقاو كاع مقابلات قوية، حتى المقابلة تاع البارح شفتوا بأن كان عندنا كثير من كيش نقول لك من لي ديفيكولتي باش نربحوا المقابله، وهذا كان كما قلت كان شيء متوقع، لان الفريق المغربي كان عاني جدا، وكان هو جاي باش المقابله هذه ايضا باش يكسبها، والحمد لله كانت في صالحنا. ولكن المقابلات الاخرى نظن بان اللاعبين رايحين يلعبوا باقل ضغط، وان شاء الله رايحين يوريوا المهارات تاعهم في المقابلات هذه اللي راهي جايه ان شاء الله.